بتقولي؟ اللي سمعتيه يا ماما ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني ابوت حته منك جواه؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي الظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس. احنا كاتبين ورق ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في حته ونسيت. انت بتبيعني؟ امال راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانه، بحبك. امال الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطه؟ انا الدنيا عكه معايا قوي يا رمانه، عكه قوي، ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفره تانية اغرس فيها. لازم انا احرص يا رمانه، وكمان ما ينفعش عادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ بعد كل اللي عملته عشانك، والسنين اللي استنيتك فيها، والدنيا بحالها اللي عادتها لاجل خاطرك، مسواش عندك مصلحة؟ ما تحسبهاش كده يا رمانة. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس لو بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكة لحاجات تانية أهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. أنا فاضل لي تكة يا رمانة، تكة وأبقى كبير السوق وأملك السوق كله في إيدي، وعمري ما هسمح لأي حاجة مهما كانت إنها تعطلني. ياه، أنت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف إلا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم الإبرة، لدرجة إنه خنقك وخنق كل حاجة حلوة فيك. رمانة، أنا ماليش في جو الحوارات المكعبينة ده. العيل إحنا ممكن نجيبه في أي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي أو الموسم اللي بعده، براحتنا، عندنا العمر. إنما الفرصة ما تجيش إلا مرة واحدة، ويوم ما تيجي لازم اقفش فيها. الفرصة ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانة بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك، وكرهت نفسي اللي متشعلقة بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك. روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرمية تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك. الحقي نصيبه نصيبه. مالك يا وليه على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنه عشان اقول انك عزازه زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حاجه؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله، ما لقيتش حد خالص في الاوضه، ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟ فتح عليه مرزاق كريم،
انت سمعت ايه بالظبط؟ اللي اسمها شرابيه دي صوتها كان عالي قوي، عماله تنادي على الحاجه وتقول لها مصيبه مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوكار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. هو ده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاوله ايه سعادتك؟ محاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي. الواد مغاور رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الايام بتجري. طب اسمع علي، تعد وتغطس تجيب لي مغاور في العنوان ده الساعه 5. تمام سعادتك. خد ياخد عدوينك يسف الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي بنكله. نكله شو دي حيه ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرس يا قميص. لا يا أمّا لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مدة، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت بحذراني منها بعتم لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركة، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينك، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في عزوز. هنا من البيت. وده ايه اللي جابه؟ هو مين يا خميس؟ معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس إداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ انت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس انت عاجبني طول عمرك، عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد طرف اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انتي كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ دوق. يعني الكلام ده يا مطرة بجد من قلبك؟ من قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قلش كده؟
ابو سنة بيه؟ ابو سنة اللي كنت بتحكي لي عليه. ابو سنة. لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي؟ ازاي؟ ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل دخاني الخميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها، ده غير الخبطه الكبيره اللي محضرها له الخميس. خبطه ايه؟ ابو سنه هيرس ابويا على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما مطر لو الخبطه دي تمت هتبقى ضربه قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطره هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقي في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحواراتها اللي ماليش فيها. برشام ايه وكيمياء ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عينيا، احلى توليفه تكون عندك. ده لو ليك فيه مالكش، كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصه عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله وأقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحة جديدة على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا إله إلا الله. بس السكة اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها أعدائك ومنافسينك، وآخرة الخط عمره بيتقسف. حدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعك وده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله حاشا لله، ده مقدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطر حواليك وناره تحت مخدتك مش عليله. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره. تطلع يا باشا تلفزيون وتقول ده انت بتقول حلو قوي، حلو حلو. واليومين دول بتوع الاولى دي يومينهم يعني، الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. لما الله يا ارزاق ارزاق يعني. مفيش فايده يا باشا، انا بعمل خير في البشريه، بعمل خير للبشريه. قدروا بقى بعد اللي زي ما عليك ما يطلعوا التلفزيون ويقولوا الكلام المكعبل اللي مش راكب اللي ما عليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح. قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب، مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايدة. بس افتكر يا افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي، مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. عزوز عايزة تفهمي ايه يا كرام؟ عمالة تلف وتدوري حواليا، قوليلي يمكن اريحك.
مش عايزه تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزه اقول لخميس ان انت اللي بتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انت عارفه هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه. يا كرامة، انا حاسه بيكي، انا طيبه قوي، بس يوم ما حد يدوسلي على طرف حمحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا اصحاب احسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هانم؟ اسأل المدام. عرفتي وانا مش داري. خمره؟ خمره يا كرامه؟ يا خساره يا كرامه، انت مش رابيلك سيجاره حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمره وصغطه كمان. الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يالله يالله بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه صحيح، ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ أنا حاوي